تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم. إلى حضرة سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، شكر لله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصرف يا المرحوم علي بن ألوي، والمرحوم عثمان بن ألوي، والمرحوم ألوي بن بابا، والمرحوم محمد قاسم بن أحمد، والمرحوم فؤاد بن محمد قاسم، والمرحوم أكمل بن محمد قاسم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى إلى روحي المرحوم منصوري بنت هبير، والمرحوم زين بنت إبراهيم، والمرحوم سوزان بنت عثمان، والمرحوم جهنم بنت محمد طاهر، والمرحوم هدي بنت محمد طاهر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأخواتنا وأخواتكم، وإلى أرواح جميع القرون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقرب إلى لا إله إلا الله،
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحمد لله نبلغ عليها الموت فبها يدعى إن شاء الله تعالى والآمنين برحمة الله وكرامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفاتحة لمن اجتمع لها هنا من سكن الكتاب لكم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي ولد نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ونعمه سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت والخاتم لما صدق وناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره من ذلك العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجي مولاه اللهم لا تستغرب ذلك عن جدك يا سيدي يا الله من شرعنا هنا بسلامتك ورسولك يا روح المرحم عليه بالقلب والمرحم وسنان بالقلب والمرحم بوجود القضاء والمرحم ومن قال انك احمد والمرحم واجب والقادر والمرحم حتمان بن محمد قادر والمرحم مسعود بن بكر والمرحم مسعود بن ابي غالب والمرحم مسعود بن ابي ديس عثمان والمرحم مولانا بن محمد قادر والمرحم عمرو بن محمد قادر ورسول الله بروحه ومن يتسم اليه أعوذ اللهم التوبة لمن إليه وجعله نوع إلى سعان ويتلألأ بين أيديهم قائد لهم ورحمة طالب ونتعلينا عليهم. اللهم اجعل نجاة لهم من النار ونجاة لهم من النار وسحرا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم
اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم سلم مثلك وذلك الجهل والوالدين ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الارض الى مغاربها. اللهم اجعل مصاحبنا وصاحب والدنا وسند الحاضرين ووالدنا عمل جميع الامم من دول الغد وعدتنا واياكم فسيح الجنان يا حبان يا منان يا جميع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انزلهم من دون القبر والخلود الى جنه جنات الخلود الى غير ممدود وما هم مسرود وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وخروج مرفوعه من الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم انزل الرحمه والمغفره على كل الابواب. اللهم انزل الرحمه والمغفره على كل الابواب. اللهم انزل الرحمه والمغفره على كل الابواب. اللهم اجعل قبرهم ربه رجال الجنان ولا تجعل قبرهم ربه من دير والبرمجه يا ارحم الراحمين. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك على انك لا تخلف الميعاد. ربنا اتنا آمين يا الله يا رب العالمين يا خير الناصرين آمين يا مجيب الدعاء السالم يا رحمن الرحيم يا غافر الذنب العظيم. اللهم بحق الفاتحة وبسم الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد رب ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. ارفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره وشر الدنيا وشر الاخره وغفر الله لنا ولكم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا ونياتنا وعملنا وحجتنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواتهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواتهم ان الحمد لله رب العالمين. فتقبل الله منكم. اللهم